وهجمه هنا، مباراه حلوه على فكره. الاهلي فاق مره تانية، وادي عبد الله هيلعبها نفس اللعبه، وهيشيل هناك، هيشيل هناك. يا سلام على القلشه ليه صبحي، انما بيتابعها بجداره. وعماد متعب بره، وضربه مرمى لوادي دجله. كل دي فرص، خلي بالكوا، فرص للاحمر وفرص للاصفر. والمباراه حلوه، هجمه هنا وهجمه، يعني العرب والاسماعيلي. سيد الاسماعيلي كان عنده استحواذ، انما مش بالخطوره دي. والمقاولين كان بيلعب مباراه كويسه جدا، لكن مش بالخطوره بتاعه الهجمات المتبادله. ونسيت اقول ان المقاولين، وهجمه هنا، مباراه حلوه على فكره. الاهلي فاق مره ثانيه، وادي عبد الله هيلعبها نفس اللعبه، وهيشيل هناك، هيشيل هناك. يا سلام على القلشه ليه صبحي، انما بيتابعها بجداره. وعماد متعب بره، وضربه مرمى لوادي دجله. كل دي فرص، خلي بالكوا، فرص للاحمر وفرص للاصفر. والمباراه حلوه، هجمه هنا وهجمه، يعني العرب والاسماعيلي. سيد الاسماعيلي كان عنده استحواذ، انما مش بالخطوره دي. والمقاولين كان بيلعب مباراه كويسه جدا، لكن مش بالخطوره بتاعه الهجمات المتبادله. ونسيت اقول ان المقاولين